بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمرو عبد الله، انترناشونال ميديكال ستريت وان دكتور. هبدأ مجموعة من الفيديوهات اشرح فيها اهم المواضيع في الكدني اللي ما ينفعش يكون اي دكتور او طالب ما يعرفهاش. نبدأ في الفيديو ده بالبيزكس بتاعت الكدني. الكدني الوحدة الوظيفية ليها هي النفرون، فاحنا عايزين نعرف ايه هو النفرون ده وايه الاجزاء بتاعته وايه الخلايا اللي بتعمل له لايننج للاجزاء دي. والله عندنا حاجة اسمها الافرنت ارتريول، بيمشي في البلد وبعد كده بيكون تفت اوف كابيلاريز، مجموعة من الكابيلاريز الشعيرات الدموية بنسميها جلوميرولوس. بعد كده الدم بيروح يمشي ويكون افرنت ارتريول، بيحصل فلتريشن للبلد في النفرون وهي دي اجزاء النفرون. سبحان الله، فلتر طبيعي في جسم الانسان نسميه الكدني. اول جزء اسمه الباومان كبسول وبيتكون من جزئين، جزء اسمه فيسرال لاير ودي الطبقة الملاصقة للجلوميرولوس، بتتكون من بيغطيها موديفايد سيمبل سكويمس ابيثيليوم. سيمبل سكويمس ابيثيليوم عادي بس بيحصل له موديفيكيشن، خلايا دي اسمها بودوسايتس، موضوع مهم جدا، هي اللي هتعمل رينال بلاد بارير، ده هيكون موضوع الفيديو الجاي مهم جدا. الطبقة التانية هي البرايتال لاير، بيغطيها سيمبل سكويمس عادي جدا. تمام. الجزء التاني من الكدني بنسميه بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، والله من اسمه بروكسيمال يعني قريب، تيبيول يعني انبوبة عادية، كونفوليوتد يعني ملفوفة، فهي انبوبة ملفوفة قريبة من الايه، الباومن كبسول. لو جينا نشوف الهيستولوجي بتاعها تحت اللايت مايكروسكوب والله هنلاقيها بيراميدال سيل، خلايا مثلثية هرمية زي ما احنا شايفين ايه. لكن في الالكترون ميكروسكوب هنلاقي فيه ثلاثة كاركترز مهمين جدا. اول حاجة في مايكرو فيلاي. طب لازمتها ايه المايكرو فيلاي دي يا دكتور؟ والله المايكرو فيلاي لازمتها انها تزود السيرفس اريا للابزوربشن، اصل وظيفة البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول الابزوربشن، سبحان الله، فلقيت مايكرو فيلاي عشان تزود لك السيرفس اريا للابزوربشن. تاني كاركتر مهمة جدا في بيزال انفولجنس، انفولجنس تحت عشان تزود برضو السيرفس اريا للابزوربشن وفيها ميتوكوندريا. تالت كاركتر فيها بينوسيتيك فيزيكلز، بينوسيتيك فيزيكلز. طب الجزء اللي بعد كده ايه يا دكتور؟ والله السيك ديسندنج لوب اوف هينل، الجزء ده فيه بعض تكست بوك ما بتكتبوش بس انا حبيت اكتبه عشان نبقى ايه، ما سيبناش اي فتفوته. ده بيكون لايند باي سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم. شوف احنا كنا ايه، كنا سيمبل سكويمس، بدأنا نكبر شوية بقت بيراميدال، بعد كده كيوبويدال مربعة أكبر شوية، بعد كده ننزل سن ديسندنج لوب اوف هانل، ده سيمبل سكويمس رفيع جدا. ليه سميناه هانل؟ والله كان في عالم هو اللي اكتشف اللوب اوف هانل ده فسماه باسمه لوب اوف هانل. ده سن ديسندنج نازل اهو، بعد كده سن اسندنج طالع، بعد كده سيك اسندنج لوب اوف هانل سيك، فسيمبل كيوبويدال برضه. بعد كده الديستال كونفوليوتد تيبيول عكس البروكسيمال، دي ديستال لانها بعيده عن الباومان كبسول، برضو كونفوليوتد اهي وملفوفه، دي بيغطيها سيمبل كيوبويدال سيلز بتعمل لها لايننج. بس بص الاختلاف بقى، انها كيوبويدال دي بيراميدال، بص مفيش ابيكال مايكروفيلاي لان هدفي هنا بعمل اكسكريشن، عايز ارمي بقى، ارمي الايه واعمل يورين. في بيزل انفولدنجز بس قليله ما فيهاش بينوستاتيك فيزيكلز، خلي بالك من الاختلافات دي. بعد كده الجزء اللي قبل الاخير الكولكتنج تيبيول هيبقى سيمبل كيوبويدال برضه او ممكن يبقى كلامنر عند الاخر كده، بعد كده الكولكتنج داكت هتبقى سيمبل كلامنر سيلز. فهي دي الخلايا اللي بتعمل لايننج للنفرون وهي دي اجزاء النفرون. اجزاء النفرون ايه؟ باومن كبسول، بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، اللوب اوف هانل، سن ديسندنج، سن اسندنج، سن سيك ascending lobe of venal distal convoluted tubule collecting tubule collecting duct. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت سبسكرايب للقناه عشان تتابعوها، تتابعوا فيديوهات الكيدني الجديده اللي هتنزل سواء في الفسيولوجي او الهيستولوجي. اتمنى لايك للفيديو، شير للفيديو وفيد زمايلك الدال على الخير كفاعله. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.